في وقت من الأوقات يلزم نخلطوا له إذا نحبوا فعلا نخدموا بلادنا. فما قضايا نتاع مصلحة وطنية، معناتها الناس لازم تفهم اللي هي أقاربها، أي واحد ينجم يتعرض للشيء هذا. فما برشا مواضيع اليوم موجودة في البرلمان، موجودة في العمل السياسي، تدعي اللي الناس تاخذ شوية مسافة وتفهم اللي الجانب معناتها نتاع المصلحة الوطنية يجبرهم أنهم يحطوا اليد في اليد ويخدموا مع بعضهم ويحافظوا على مناخ فيه احترام، أن يعني الناس تحكي مع بعضها باحترام وتتعامل مع بعضها باحترام باش نجموا نوصلوا احنا الى نتائج. انه اليوم احنا نكونوا قادرين، ما نخفيش عليك ان الجانب اللي يخص مثلا التامين والجانب اللي يخص الثغرات اللي موجوده اليوم في قانون التامين، اللي كان قادر انه معناتها الى ما اون افون بالحق هو نائب على الدستور الحر، وهذا كان شيء معناتها مقبول من اللجنه وطبيعي انه انسان كان يعطينا في رايه معناتها على الجانب الصحي والتعاطي الصحي مع الحادث هذا كان نائب على ائتلاف الكرامة. مرة أخرى كانوا قادرين أنهم يقعدوا مع بعضهم حول نفس الطاولة للمصلحة الوطنية، ونتمنى أثبتتم أنه هذا ممكن، هذا ممكن وهذا مطلوب. أنا يظهر لي احنا في بالحق معناتها وسط أزمة سياسية كبيرة ياسر، وفي أزمة اقتصادية معناتها بالحق اللي احنا والبلدان الكل اللي تعديت بالوباء هذية. الناس لازم تكون قادرة أني تحط خلافاتها على جنب وتقعد مع بعضها للمصلحة الوطنية. عنا لجنة تحقيق توا اليوم نحكيوا عليها في البرلمان، هي لجنة التحقيق في مسألة تضارب المصالح في علاقة برئيس الحكومة. شنو تتوقع اللجنة هذه باش تخلط كما خلطتوا انتوما تعطينا نتائج؟ ان شاء الله تخلط. احنا توا فما اشكال في التشكيل نتاعها، هي من الاول بدات تتعكس. بالضبط. أي. أي. انا